اللي حصل طبعا ان هم كانوا عاوزين ما يتكلموش خالص، واول حاجه اتقالت يا جماعه ما نعلقش وخلاص، واللي حصل حصل واحنا نشوف قرار ونجتمع. وفعلا كان يومها يوم المباراه على طول خلاص، يمكن اتخذ قرار في رحيل فيتوري. نعم. يا جماعه ندرس العقد، وبعد ذلك يا كابتن حازم اتكلم مع الراجل ان خلاص في ايه، الناس مش حابه تجربه روي فيتوري. وبالفعل يعني طبعا مع دراسه العقد لو ان هو في 3 شهور طبعا اللي اتفعل في امم افريقيا، انت صحيح. قبل امم افريقيا لو مشيت فيتوريا ما تدفعش جنيه، انت بعد امم افريقيا هتدفع 600,000 يورو. فكان كابتن حازم قال انه لا، من اول يوم مع 3 شهور شرط جزائي. لا ده من اول امم افريقيا، من اول امم افريقيا حقه انه يدفعهم ويمشي. عشان كده احنا قبل امم افريقيا عايشين في حته ايه؟ ان احنا خايفين فيتوريا يمشي. لما جاله عرض من الشباب السعودي خايفين عروض السعوديه، عروض البرازيل، عروض الامارات، احنا قاعدين قلقانين. فالراجل في امم افريقيا خلاص يدفع له 3 شهور يمشي. طب انت دلوقتي هتجيب 600,000 يورو. يعني بتتكلم في 25 مليون جنيه تدفعهم للراجل. طب هو الراجل اصلا واخد يجي بتاع 100 مليون ولا اكتر من 100 مليون في الفتره دي كلها، ما بياخد 200,000 يورو في الشهر. فانت بتتكلم في فتره كبيره. فبالتالي هم كانوا عايزين ان هم ما يتكلموش. ايه ما يتكلموش؟ طبعا انت بتتكلم بقى ان في ناس كتير جدا اتكلمت في الموضوع، انتقادات طبعا كبيره جدا. بس سؤال، هل كان حازم امام اللي انا عارفه يعني مصر على الاستقاله؟ بص يا كابتن، انا الموضوع ده اللي يعني ما اتاكدتش منه قوي، بس المعلومه اللي جات لي فيه ان ما فيش حد قدم استقالته. لا مفيش حد صح، ولكن حازم امام فكر في الاستقالة. يعني بص يا كابتن، مش يفكر، هو مصر على ان هو يقدم استقالته. ممكن، بس ولكن ممكن بعد ما يخلص قصه فيتوري. ممكن، لان بصراحه بص يا كابتن، هو برده من اول يوم خلينا متفقين كابتن حازم خد قرار ان هو فيتوري ودعم فيتوري. فانت بتتكلم في فيتوريا خذله بشكل كبير جدا جدا. ما هو لازم، ما هو لا بس جداً. خلي بالك، ما هو لازم، ما هو انا كمشرف على المنتخب، ما انا هجيب المدرب وهدعمه لازم طبعًا. انا اللي جايبه، انا اللي هدعمه لازم. بس كابتن انت مش شايف ان كان الدعم زياده من قبل اتحاد الكوره ومن كابتن حازم؟ كان الدعم زياده للراجل، وكان بيتم خلق مبررات للراجل مش من كابتن حازم بس، اعتقد من اتحاد الكوره ككل. خلق مبررات للراجل مش حقيقيه. يعني لما الراجل يجي لي قبل امم افريقيا، انا راجل متابع الملف، ويقول لك انا يعرضوا عليه، ودي حقيقه تتقال، حازم يقول له والله انت جاي لك كوت ديفوار وجاي لك المغرب، تلعب قدام مين؟ لا هات لي تنزانيا. ما هو برضو انا لازم كمشرف عام على المنتخب ابقى عندي قرار وناقشه، ابقى عندي اكشن. انا اتكلمت مع ناس كتير جدا في الجيل التاريخي اللي هو خدوا 6 و8 و10. بص قبل كل بطوله يا محمد كنا بنلعب مين؟ بص 2006 انت بنلعب تونس، بنلعب جنوب افريقيا، بنلعب زيمبابوي، صح ولا انا غلطان؟ صح. 2008 هتلاقي نفسك متابع بنلعب انجولا، بنلعب الكونغو الديمقراطيه، بنلعب تونس، بنلعب ده مش بس ده 98 لعبنا الجزائر دي كانت في اسوان، كنت مسافر بره. بتلعب ماتشات كتير جدا بحيث انك تاهلك. بص الكره الافريقيه رايحه في حته، احنا هنوصل لمرحله لو احنا فضلنا ماشيين بليمت او الفكره بتاعت ان احنا ابطال افريقيا، هنوصل لمرحله ان احنا مش هننافس اصلا في دور مجموعات. كل الفرق عالية، كل المنتخبات عالية. ايوه جيمي، بس لازم يا كابتن نواكب ده. صحيح.